السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال بيقول أن أنا لما بنزل الأوتوكاد أو بنزل الريفت أول ما تعمل لهم لينك ما بيشتغلوش معايا ما بعرفش أعمل سيلكت طيب في أسباب كده منها تعالى نبص هنا شايف الشريط التحت دوت ده بيحدد لها أقدر أعمل سيلكت عليه فهو دلوقتي أنا بقدر أعمل سيلكت على اللينك لكن لو جيت هنا دوست على سيلكت لينك وبقى معمول عليه علامة إكس كده تيجي تعمل سيلكت ميرضوش تمام دي اول حاجه طيب هنقولهم كلهم بس قبل من كلهم لو رحت اللي بقامت آه فيو وبصيت هنا هتلاقي نفس الاختيارات دي هي نفس الاختيارات اللي موجوده هنا طيب عندي اختيار اسمه سيليكت اندر لي اليمنت انت عارف لو احنا مثلا في ليفل 2 فانت بتقدر تشوف الحاجات اللي موجوده في ليفل 1 كاندر تمام فممكن انت تكون عايز تشوفها بس ما تعملهاش فبتختار الاختيار دوت الحاجات دي حماية لنفسي عشان ما اعملش حاجة بالغلط طيب في برضو اختيار اخر الا هو لو هو معمول له بين يعني انت ممكن تعمل سيلكت لعنصر مثلا وعملت له بين تمام معنى كده ايه ان انا لو جيت هنا وقلت له متعمل سيلكت للبين فهو مش هيعمل اي سيلكت للبين لو شلت العلامة دي هتلاقي ان هو بتعمل له سيلكت عادي طيب بعد كده بنلاقي حاجه سيلكت ايليمنت باي فيس يعني ايه سيلكت ايليمنت باي فيس يعني ممكن اجي في النص بشكل ال... كده واروح دايس تمام لا ده لما تدوس هنا لازم تيجي من الحواف ودي خاصه بتظهر معاك في الوول وبتظهر في الفلور وبتظهر في الروف وبتظهر في كل حاجه بس من دول أك... اكتر حاجات يعني تمام هنا بقى حاجه اسمها دراج ايليمنت ان select يعني بتعمل سيلكت وتعمل دراج على طول في نفس اللحظه تمام يعني ممكن تعمل سلكت العنصر في نفس الدوسه دي تروح ساحب الحاجه في ناس بتقولك لا اعمل عليها اكس على ان انت ما تتلخبطش